نحن عبرنا عن رأينا في هذه المسألة وقلنا بأننا لا نوافق على دخول حزب الله في الحرب، لأن هذه الحرب لا تنفع أهل غزة وتضر بلبنان، وهذا ما كان هو الواقع. يعني لبنان كما قلت أنا في بعض المناسبات هو جزء من العالم العربي، إذا اختار العرب حربا كنا جزءا منها، وإذا لم يختاروا ذلك لا يمكننا أن نكون وحدنا في هذه الحرب التي تجر الخراب والدمار على لبنان والويلات على شعبه من دون أن تقدم خدمة لأهل غزة. ها غزة تدمر والجنوب أيضا يتبعها في الدمار من دون أن يعني ينفع حزب الله في رفع الأذى عن أهل غزة. فلذلك نحن لسنا مع قيام حزب الله بهذا الدور في الجنوب.